أيضا في سؤاله الثالث يقول: لي خال وهو جاري ومصاب في أرجله، ولا يستطيع العمل إلا في بعض الأعمال الخفيفة، وله أطفال ومحتاج إلى مساعدة، ولكنه لا يداوم على الصلاة ومعتقد بالطرق الصوفية وبمشائخها ويقيم شعائرها، فهل تصح مساعدتنا له؟ أفيدونا أفادكم الله. يجب مناصحة هذا الرجل الذي يتبع الطرق الصوفية ويشارك في إقامتها، يجب مناصحته وأن يبين له أن هذه الطرق طرق مبتدعة وربما تكون طرق شركية، لأن الصوفية عندهم شركيات من الاعتقاد بالمشايخ وأصحاب الطرق أنهم ينفعون أو يضرون أو أنهم يعلمون شيئا من الغيب من المغيبات أو ما أشبه ذلك، هذا يعتبر من الشرك، وهذا كثير في الطرق الصوفية اليوم، الاعتقاد بالمشايخ وبأصحاب الطرق أنهم يشفون المرضى أو يكشفون الكروبات أو أنهم يعلمون الغيب أو ما أشبه ذلك. فالواجب عليكم أن تناصحوا هذا وأن تبينوا له ما في هذه الطرق من ضلال، وأن الطريقة المشروعة هي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه وما كان عليه السلف الصالح من العلم والعمل، وأن يترك هذه الطرق الصوفية ويكون على الطريقة الشرعية إذا كان يريد النجاة لنفسه والسلامة لدينه وعقيدته. فإذا لم ينتصح ولم يتب ولم يترك هذه الطرق الصوفية فعليكم أن تهجروه إذا كان في هجره ردع له وزجر له، أما إذا كان له عائلة محتاجة وهي بحاجة إلى المساعدة فلا مانع من إعطائهم شيء من التبرعات والصدقات لحاجتهم وفقرهم وعوزهم، لكن ما ذكرتم من حالة هذا الرجل لا يجوز السكوت عليها وتركه على هذه الحالة، لأنه ربما يكون مستمرا عليها عن جهل، ولو بين له لتركها، أسيما وأنه رجل مريض ومقعد. فإذا ذكرتموه بذلك وأن هذه الطرق لا خير فيها، لعل الله أن يهديه بسببكم وينقذه بسببكم، ويكون في ذلك أجر لكم وله إن شاء الله. نعم إن شاء الله.